رمضان كريم على كل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. بعد فيديوهات تجربة السجن اللي حققت عدد كبير من المشاهدات والتفاعل على قناة عمر فاروق، قرر عمر مساعدة السجناء بطريقة تانية ومرة تانية. فبعد ما شاف موهبة السجناء في صناعة تحفات فنية عن طريق أشياء بسيطة مثل اللي شفناه بالفيديوهات، علف تمر وأعواد خشب، فقرر عمر باستلام قطعهم الفنية وتنظيم مزاد لبيع هذه القطع للاستثمار بها، والأرباح راح تتحول وتكون للسجناء وأهلهم. سلام سلام، شفت وشفتوا معاي مواهب السجناء، هذيل اللي ارتكبوا خطأ وحالين ينفذون عقوبتهم. احنا غلطنا، لكن هالشي ما وقفهم عن الانجاز. ابات ليلي انا سهران، عبروا بمواهبهم، ابدعوا فيها، وصلوا رسالة. قمت لقبت طعام مال التمر، لان احنا مجتمع واحد وكلنا نحتاج نساعد بعض. الفكره كانت ان نستثمر بمواهب السجناء. عمري اثبت ان انا تغيرت، ما نزال. تعاوننا مع اداره السجن ان نستلم قطعهم الفنيه ونسوي لهم معرض ومزاد لبيعهم. جزء من المبلغ يروح لبرامج التاهيل في السجن، والجزء الباقي يروح للسجناء واهلهم. بالاضافه ان في المعرض نبي نكتب لهم رسائل تشجيعيه للمستقبل، بنوصلها لهم ان شاء الله. بهالطريقه بتكون احلى عيديه لهم ولاهاليهم بمناسبه العيد. موعدنا باكر الأربعاء في متحف قلعة البحرين اللي يصير في منطقة السيف من الساعة 9 ل 12 الليل. حطوا في بالكم ان كلكم جالب من الحل، كلكم تعالوا. فالمزاد حقق نسبة كبيرة من المبيعات للقطع، والأجواء كانت هيك فرحة جديدة في حياة، وايد حبيت هالقطعة. القطعة ترى كلهم حلوين. هذه ترى مطعمة التمر، ها؟ ايه مطعمة التمر، بس صراحة شيء يا سلام. أنا هذا القطعة بعتز فيها، ما أعرف لمن اسمه بس كل سلام. يا سلام أخوي حسين، هذه قطعتك، أليس الله بكافٍ عبده، 700 دينار. القسم يا جماعة، الناس يحطون يكتبون رسائل تشجيعية للسجناء ويحطونهم في البوكس، قلنا الله نوصلهم باكر. ما شاء الله في ساعتين تقريبا كل شيء ان شاء الله. فهيك تعودنا دائما على عمر فاروق، انسان كتير مبدع وتفكيره متميز، ودائما يسعى لمساعدة الناس وعطائه وحبه للخير. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.